السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. الله يحييكم. بدي أتكلم معكم وأقول لكم كم يعني رؤية قد جتني عن رمز من الرموز اللي هو رمز الوزغ. قد تكلمت عنه في الانستغرام، لكني بقول بعض الرؤى هنا لأن المجال أوسع في السلابات أكثر. رؤية الوزغ في المنام، بعضهم يسميه الضاطور أو البرصي أو البرعص أو الزهيوي، هذه عدة مسميات تسمى فيها هذا المخلوق، وهو من الفواسف، وهو كان ممن ينفخ النار على سيدنا وأبونا إبراهيم عليه السلام، فهو عدو لأبونا وعدو لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتله في ضربة فله 100 حسنة، من قتله في الضربة الثانية فله 90. خليك سوي، إذا نفخ للنار يدل على عداوته وأنه يكون عدو، وعدو ضعيف. هذا رمز الأول، يعبر على أنه عدو. كذلك يعبر على من عداوته أنه إنسان، يعني شخص يدل على أن في عندك شخص أحيانا مؤذي أو شخص مزعج. أذكر في وحدة اتصلت قالت أني أرى في البيت في وزغ عندنا، كنا كذا في السقف كنا يطلع الصوت حقه. فلما سألت: عندكم في أحد في البيت مزعجكم يرفع طول صوت عليكم؟ قالت الرؤية متكررة هذه. قلت: هذا أخوك اللي ساكن معكم في البيت يظهر الصوت، يطلع طول صوت عليكم. قالت: صحيح. كذلك يعبر البرعص أحيانا برص، يعبر البرعص أو البرصي بالبرص، أو بالكدمات اللي تطلع على الجسم، أو بالبهاق اللي يطلع على الجسم كذلك. ومن الدلالات أحيانا يدل البرعص أو البرصي أو الوزغ على وجود كدمات في الجسم، أو برص في الجسم أو بهاق في الجسم. أذكر في واحدة اتصلت تقول أن على جسمي منتشر وزغ، فسألتها قلت: أنت عندك كدمات في جسمك شيء؟ قالت: عندي بهاق أو برص أو شيء من هذا. شفت شلون الدلالة؟ برص، برصي، ضاطور، المسميات اللي يسمون بعضهم يسميه برصي، فأخذنا من الاسم متشابهة. لاحظوا: برصي برص، برصي برص، حتى هو لونه سبحان الله كان داقه البرص. فهذه من الدلالات اللي نأخذ. وكذلك أحيانا يدل على حسد أو عين، حسد أو عين تدل على هذا الشيء، هذه الأمراض الروحية. أكثر من شخص قد أتصل علي ورأيت إن في وزغ يكلمني أو ضاطور يكلمني من الفواسد. فبعد القراءة عليه إن الشخص فعلا عنده يعني مرض روحي مصحوب بمس، يعني حسد مصحوب بمس، كان الوزغ يتكلم معه وينظر له. لاحظوا رمز الوزغ الضاطور هذا وصاحب به مسألة النظر اللي هو العين، نظر. هذه من الدلالات اللي تدل على الوزغ في المنام، أو يشدل عليه الوزغ في المنام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه بعض التعابير اللي جتني وعبرتها، سواء كان في تعبير سناب أو بالاتصال عقدي. الله أعلى وأحكم. اللهم صل على نبينا محمد. اللي ما قرأ أذكار المساعدة وقتها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.